يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الدعاء على الكافر الذي اشتد أذاه على المسلمين باللعنة؟ هل يجوز الدعاء على الكافر الذي اشتد أذاه على المسلمين باللعنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن، فلعن الكفار الذين يؤذون المسلمين والدعاء عليهم هذا مطلوب، لكن المعين لعن المعين هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، ولا أولى أن الإنسان يتجنبه خروجا من الخلاف. نعم. يقول فضيلة أما لعن الكفار عموما والمشركين عموما خصوصا الذين يؤذون المسلمين هذا أمر مطلوب، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، الله لعنهم سبحانه وتعالى. نعم.